السلام عليكم أعزائي التلاميذ، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك التلاميذ ديال الثالثة إعدادي العزاز، عاجل عاجل بداية نشر لوائح الناجحين في السنة الثالثة إعدادي على صفحات المؤسسات وصبورات الإعلانات. صراحة بالأمس سمعنا بأن اليوم الأربعاء والخميس غيكونوا يومين ديال المداولات، يعني المدارس غيديروا مجالس الأقسام ديالهم على أساس النتائج ديالكم ما غتظهر إن شاء الله حتى من الجمعة الفوق. وهنا كنتفاجئوا بأن بعض المؤسسات التعليمية في مدينة سلا اللي محسوبة على جهة الرباط سلا القنيطرة، وهاد المؤسسات راهم بداو كيلوحوا النقط ديالكم واللوائح ديال الناجحين والناجحات في الصفحات ديال الفيسبوك. بالتالي انت كتلميذ الا كنتي كتنتمي للجهه ديال سلا رباط قنيطره، فراه ضروري خصك تشوف الصفحه ديال المؤسسه ديالك في الفيسبوك اولا في انستغرام، راه تما غادي يلوحوا لك النتائج ديالك. وحتى واحد المؤسسه محسوبه على مديريه زاكوره حتى هي كتقول بان النتائج ديال التلاميذ ديالها راها متوفره وغيتم الاعلان ديالها عبر صفحه الفيسبوك. اذا الميساج اللي بغيت نوجه لكم الشباب ان النتائج راه بداو تيخرجوا من اليوم، فبالتالي باقي الجهات مراكش، الجهه ديال طنجه، الجهه ديال بني ملال، الجهات ديال الجنوب، فراه ما بين اليوم وغدا وبعده راه غيبقاو يتلاحوا النتائج بشكل تدريجي بجهه 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 بجهه. فبالتالي انتم كتلاميذ بقوا دائما على القرص وراقبوا الصفحات ديال الفيسبوك ديال المؤسسات ديالكم، ومره مره ضربوا طليله للمؤسسات ديالكم وسولوا على اخر الاخبار. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وهذا الشيء اللي كاين في اخر الاخبار. الى حين ان شاء الله نتوصلوا بشيء جديد غادي نبارطاجوه معكم ان شاء الله في قناه بروف معاذ. الله يسمعكم خبر الخير والله يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.